النهارده على السوشيال ميديا سألنا جماهيرنا رأيهم ايه في تألق خط هجوم نادي الزمالك وعواد وتأثيرهم على نتائج الزمالك في المباريات الأخيرة. نشوف جماهيرنا قالوا لنا ايه على السوشيال ميديا. دينا، مساء الخير عليك يا قضا، دايما متألق، اشكرك يا دينا، الف مبروك الفوز الغالي، وطبعا التألق ده بسبب البروف ومدرب الحراس، كل الشكر وتقدير والاحترام للجهاز الفني واللعيبه، خايفه على النادي، اللعيبه خايفه على النادي وعاوزين ياخدوا الدوري واحنا وراهم في كل مكان، وان شاء الله الدوري في 100 عقبه والكاس ان شاء الله نحتفل بيه يوم الخميس، زملكاوي افتخر بنت الزمالك. شكرا لك يا دينا. محمد انور، مساء الخيرات والانتصارات عليك وعلى كل عشاق الزمالك يا قضا، بلا شك ان فوز الزمالك في مباراه المحله كان نتيجه جهد وعرق وروح للاعبين داخل الملعب واداره حكيمه وفكر استراتيجي خارج الملعب، ويعتبر كل اللاعبين بالامس رجال وابطال، خاصه الحارس الامين حارس عرين محمد عواد الذي يثبت للجميع يوما بعد يوم انه افضل حراس مرمى مصر حاليا، وهو من الاسباب الرئيسيه في حصد الزمالك 3 نقاط في المباريات الاخيره بجانب تفوق الهجوم في ترجمه الفرص لاهداف الدوري والكاس لنادينا الملكي الزمالك. شكرا ليك يا محمد. احمد المغاوري، مساء الخير عليك يا قضا، سلامي للهداف الكبير كابتن نصر ابراهيم، وبالنسبه لمباراه المحله كانت مباراه رائعه واداره البروف فريرا كانت اكثر من رائعه، وخصوصا التغييرات وقراءته للملعب بشكل جيد، وكمان روح اللعيبه العاليه في الملعب واصرارهم على الفوز، ان شاء الله الدوري زملكاوي. شكرا جدا، وان شاء الله التركيز الفتره الجايه كمان على الكاس. شكرا ليك يا ابو حميد.